فيما يخص ملف القضايا المالية والإدارية المعروض علينا، فإن هذا الوفد يؤكد على ضرورة تكثيف جهودنا الجماعية لضمان تمويل ذاتي مستدام لمنظمتنا القارية بموارد إفريقية حتى نضمن استقلالية مواقفها وسيادة قراراتها. ومن هذا المنظور نرحب بتحديد سقف مساهمات الدول الأعضاء بمبلغ قدره 200 مليون دولار كخطوة مبدئية ومرحلية نحو تحقيق هذا الهدف العام. وفي ذات السياق نؤكد على ضرورة الامتثال الصارم للقواعد والإجراءات التي تحكم العمليات الإدارية والمالية لمنظمتنا، وذلك درءاً للخروقات والتجاوزات التي كشفت عنها مختلف التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين. أما فيما يخص موضوع الشراكات فلا يسعنا إلا أن نعرب مجدداً عن أسفنا أمام حالة الانسداد التي يواجهها مشروع السياسة والإطار الاستراتيجي، وهو المشروع الذي من شأنه أن ينظم الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع مختلف الفاعلين الدوليين من دول متفردة وتجمعات إقليمية. وما يزيد من حدة أسفنا أن مرد هذا الانسداد هو رغبة البعض في تكريس سياسة الإقصاء، أو بالأحرى إقصاء عضو مؤسس لمنظمتنا هاته. إن هذا الوفد يعتقد تمام الاعتقاد أن لا مكان لمنطق كهذا في منظمة بنيت لتجمع لا أن تقصي، ووضعت لتوحد لا أن تفرق، وأقيمت أسسها من أجل لم شمل دولنا وشعوبنا لا من أجل تشتيتها وتمزيقها. وبالتالي حري بنا اليوم ونحن نتذكر الراحل كوامي نكرومة ونستلهم من مساره ألا ندير ظهورنا للمثل والقيم التي كرستها تضحيات هذا الأخير رفقة بقية الآباء المؤسسين لمنظمتنا، بغية إنارة دربنا نحو الاندماج والوحدة. إن تنظيم وتعطير شبكة الشراكات التي أقامها الاتحاد الإفريقي مع العالم الخارجي أضحت تمس بصفة مباشرة مصداقية وهيبة منظمتنا القارية، خاصة وأن شبكة الشراكات هاته ما فتئت تتوسع وتتمدد في الآونة الأخيرة دون أن يكون لنا كدول أعضاء قول فصل في ذلك. إن الشراكة الحقة تقتضي الاحتكام إلى مبادئ المساواة السيادية والاحترام المتبادل والنفع المتقاسم والمساهمة المشتركة في تحديد معالم هذه الشراكة بحد ذاتها وصياغة أهدافها ومقاصدها. أين نحن من كل هذه المبادئ حين تستعد 55 دولة للاجتماع
بدولة واحدة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يحدد البلد المضيف بصفة انفرادية مخرجات الاجتماع دون الاستئناس بآراء ضيوفه الأفارقة؟ وأين نحن من كل هذه المبادئ حين يتم التعامل معنا كممنوحين لا خيار لهم سوى تلقف ما يقره المانحون؟